حراك سياسي في لندن يلغي فعالية للحوثيين في البرلمان البريطاني. مدرس مصري يعثر على تلاميذه اليمنيين بعد 30 عاما من الفراق. ومن الأخبار المنوعة، أثرياء أمريكيون يطالبون بزيادة الضرائب على ثرواتهم. كان من المقرر أن تقام فعالية في مجلس العموم البريطاني تنظمها حملة أوقف الحرب، وكان منظم الفعالية قد استضافوا أحمد الشامي بصفته عضو وفد حكومة صنعاء في محادثة السويد وعنون موقع المصدر أونلاين. حراك سياسي في لندن يلغي فعالية للحوثيين في البرلمان البريطاني. وحسب متابعة المصدر أونلاين، فإن الفعالية قد استضافها النائب عن حزب العمال لويد ريسل، المعروف بمواقفه الحاد ضد المملكة العربية السعودية، ويواجه نقدا في الأوساط البريطانية بأنه محاب لإيران وحزب الله. وحسب العادة، فإن فعالية تقام في مجلس العموم ينبغي أن يستضيفها أحد النواب. بدأ الحراك وفقا للموقع برسالة بعثها السفير اليمني في لندن إلى مكتب النائب البرلماني، معترضا على الصفة التي قدم الشامي بها نفسه، حيث أنه لا توجد في اليمن إلا حكومة واحدة وهي متواجدة حاليا في عدن. وكذلك أبدى السفير انزعاجه من تجاهل المنظمين للطبيعة المتطرفة للحركة الحوثية وشعارها الذي يعادي الأديان الأخرى بشكل واضح، بالإضافة إلى ممارستها القمعية على الأرض. سرعان ما وصل الخبر إلى وسائل الإعلام البريطانية، حيث قامت صحيفة ذا صن بنشر الخبر ووجهت سهامها صوب النائب عن حزب العمال، واتهمته باستضافة متحدثين عن جماعات متطرفة. وقامت النائبة مارغريت هودك بانتقاد النائب البرلماني وطالبته بإلغاء الفعالية، حيث وصفت أفعال الحوثيين بالمقززة، وقالت أنه لا ينبغي أن يعطى المتطرفون نافذة في البرلمان البريطاني. قال النائب جراهام جونز أن جماعة الحوثيين جماعة إرهابية بكل ما تعنيه الكلمة، حيث تواصل في تنكيلها للشعب اليمني، وأنه يشعر بالعار أن متحدث عن هذه الجماعة يريد أن يتحدث في البرلمان البريطاني. اضطر بعد ذلك النائب البرلماني لويل ريسل أن يتنازل، وقام بإلغاء استضافته للفعالية، حيث طلب من المنظمين أن يسحبوا الدعوة لأحمد الشامي، وتم إلغاؤها فعلا لأن الشامي هو المتحدث الرئيسي فيها. قالت دراسة حديثة أن اليمنيين يعتبرون إيران الخطر والتهديد الأول الذي تواجهه بلادهم، ثم يأتي الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة. وكشفت الدراسة أن 33% من اليمنيين يعتبرون إيران مصدر التهديد الأكبر. الدراسة تتبع شبكة البارومتر العربي البحثية المستقلة، أكبر وأوسع وأعمق استطلاع للآراء في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لصالح تلفزيون البي بي سي. اعتبر 24% من اليمنيين إسرائيل كذلك، و 15% اعتبروا الولايات المتحدة مصدر التهديد الأكبر، و 14% اعتبروا المملكة العربية السعودية. وهذه أول استطلاعات للرأي تكشف عن مصدر التهديد الأول، وتراجع الكيان الصهيوني من مصدر التهديد الأول الذي ظل فيه طوال العقود السابقة إلى المرتبة الثانية بعد إيران، المتهمة بدعم جماعة الحوثي المسلحة التي انقلبت على السلطة الشرعية في البلاد عام 2014. عدم الشعور بالمسؤولية، تحت هذا العنوان كتب محمد العليمي مقاله المنشور في موقع يمن مونيتور، مضيفا في أجزاء من المقال. قبل أيام انتشرت صورة لباصات بيضاء كبيرة تابعة لجامعة تعز وقد تحولت إلى وايتات للمياه بعد إصلاحها عند أحد المهندسين، لكن هذه الصورة التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت باعتبارها ظاهرة من ظواهر الفساد ونهب المال العام من قبل موظفي الحكومة واستخدامها في الأغراض الشخصية. إذ كيف تحولت هذه الباصات العمومية التابعة للحكومة إلى وايتات لنقل الماء؟
انتشرت الصورة بشكل واسع، ضحك الكثيرون منها، وكانت مجال تندر واستخفاف ودلالة على أن الفساد يتوغل في المجتمع أفقيا ورأسيا وطولا وعرضا ويمينا وشمالا، وشمل كل نواحي الحياة المدنية والعسكرية والاجتماعية والسياسية والطرقات والبيوت وكل شيء. وقبل قليل رأيت صورة هذه الباصات على إحدى القنوات، ولأن الصوت كان صامتا فقد تذكرت كل ذلك الحديث الدائر في الفيسبوك، وقلت البلد هذا عمره ما يتعافى. وعندما فتحت الصوت وتابعت البرنامج تأكد لي أن الخبر مختلف تماماً عما كنت أعتقد أو عما قرأته في مواقع التواصل الاجتماعي. لقد كانت تلك الباصات هي أحد الشواهد المحسوسة على إبداع الفرد اليمني وإمكانية تعافي المجتمع، وصورة من صورة المسؤولية الفردية تجاه المال العام. أحد الموظفين المسؤولين في جامعة تعز رأى أن هذه الباصات تعرضت للتدمير أثناء الحرب وهي لا تصلح لاستعادتها، فقرر تحويلها إلى وايتات للماء والعمل بها في خدمة الجامعة وسكنها طلابه. كان يمكن لهذا الموظف البسيط أن يقوم بعمل محضر إتلاف لهذه الباصات كما يفعل الآخرون في المؤسسات الحكومية الأخرى، بعد تأكيد المهندسين باستحالة تأهيل الباصات وإعادتها للخدمة. كانت هذه الحادثة إحدى الحوادث المؤكدة لإخلاص الموظف الحكومي للدولة وللمال العام، ولكنها للأسف تحولت في مواقع التواصل الاجتماعي إلى صورة من صور الفساد والعبث بالمال العام، وربما كل من نشر الصورة السابقة للباصات باعتبارها أحد مظاهر الفساد لم يعد ليعتذر عما حصل ويؤكد للمتابعين خطأه في الحكم على فساد الأشخاص وتشويه المجتمع. تزايدت الانتهاكات ضد الأطباء في اليمن، وكان آخرها قيام مشرف تابع لجماعة الحوثي وعناصره المسلحين بضرب الطبيب عبد الله مهيوب في قسم الغسيل الكلوي بمستشفى الثورة العام بصنعاء، ما أسفر عن كسور في الرأس وإصابة متفرقة في جسده. وفي إبريل الماضي اعتدى مسلحون حوثيون على أخصائي الأسنان أحمد عبد الملك العلفي قبل أن يقتادوه إلى جهة مجهولة على خلفية آرائه المناهضة لجماعة الحوثي، ويعنون موقع المشاهد نت: اليمن، اقتحام المستشفيات والاعتداء على الأطباء. وقالت نقابة أطباء الأسنان في بيان لها إن الجماعة اعتدت على العلفي بعد مداهمة عيادته في شارع خولان، مؤكدة أنه تم الاعتداء على الطبيب بطريقة غير إنسانية بأعقاب البنادق، وتم ضربه ضربا مبرحا أمام المواطنين والمارة بجوار مستشفى الثورة أثناء اقتياده من عيادته. تتوزع الانتهاكات ضد الأطباء والعاملين الصحيين بين الضرب والشتم والقتل، ومنهم طبيب قتل على يد جماعة مسلحة في عيادته بمدينة دمت التابعة إداريا لمحافظة الضالع، وكان ذلك مطلع أغسطس الماضي، وقتل معه رجل مسن وطفلتان. في مايو الماضي قتل مسلحون طبيبا بعد اقتحام مستشفى المشرك الخاص الذي كان يعمل فيه بصنعاء، كما أصيب نائب مدير مستشفى الثورة الحكومي بمحافظة إب بانفجار قنبلة ألقاها أحد العناصر المسلحة التابعة لجماعة الحوثي عقب اقتحامه للمستشفى. يتعرض الصرافون في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي إلى ابتزاز مستمر وإجراءات قمعية من قبل ميليشيا الحوثي بصنعاء بسبب حيازتهم أوراق نقدية مطبوعة في عدن، ويعنون موقع قناة بلقيس في تقرير خاص: طبعة النقود الجديدة المال الأسهل للنهب من قبل الحوثيين في صنعاء. ويشكو الصرافون في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي من تناقض القوانين والإجراءات التي تمارس ضدهم من قبل البنكين في صنعاء وفي عدن، حيث تطالهم العقوبات والغرامات من الجهتين، وكلاهما يريد تنفيذ قراراته والتي هي متناقضة كليا، ما جعل الصرافين يتعرضون للخسائر بشكل مستمر. ووفقا لمصادر مصرفية بصنعاء، فإن البنك بصنعاء طلب منهم تجديد رخص العمل، وتلاه أيضا طلب مشابه من بنك عدن، وهو ما اضطر كثير من الصرافين للدفع للبنكين مقابل ذلك من أجل أن يستمر عملهم. وتبرز أيضا العملة الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية كإحدى الأزمات التي يعاني منها الصرافون بصنعاء، لأنها غير مقبولة وتسبب مشاكل كبيرة، ومنها مداهمة شركات الصرافة ومصادرة تلك النقود وإغلاق الشركات بحجة استخدامها. يفيد الموقع: يتعامل الحوثيون في صنعاء مع الصرافين باعتبارهم يمتلكون المال السهل والمتوفر بأي وقت وبإمكانهم أن يحصلوا عليه، وللقيام بذلك تختلق الميليشيا مبررات بشكل مستمر لتنفيذ الحملات المفاجئة لمحلات وشركات الصرافة.
معضلة الحليف غير المثالي. تحت هذا العنوان كتبت الباحثة ألينا دولوغلار في معهد من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى مقالها المنشور في موقع المعهد. برزت الرغبة السعودية في الانخراط عسكريا في اليمن بالتزامن مع تغيير في القيادة. فالأمير الشاب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي تبوأ السلطة بشكل سريع وبأجندة مكثفة من أجل التغيير يعتبر العدائية والسرعة من المكونات الضرورية لسياسة السعودية الإصلاحية الشاملة. وتمثل السعودية في ظل قيادة محمد بن سلمان معضلة جديدة للولايات المتحدة، حليف خليجي رئيسي يرغب في شن حرب بواسطة أسلحة أمريكية الصنع ولكنه يفتقر إلى القدرة على الفوز بها. مثلما كانت السعودية مستعدة لشن حرب، كانت الإمارات مستعدة لخوضها وقادرة على ذلك، ولكن وفقا لشروطها الخاصة إلى حد كبير. فلطالما سعى محمد بن زايد الحاكم الفعلي لدولة الإمارات إلى بناء جيش من الطراز العالمي، وفي عام 2002 قدمت الحرب في أفغانستان فرصة للقوات الخاصة الإماراتية للاندماج مع الأمريكيين، مما سمح للإمارات بتطوير قدرات لا مثيل لها في الخليج. ومن شأن وجود حليف ماهر كالإمارات أن يقلل من مخاوف الولايات المتحدة بشأن قلة الخبرة، ولكن مثل هذه القوى والاستقلالية العسكرية تمثلان معضلة مختلفة، فبإمكان مثل هؤلاء الحلفاء تزويد جهات فاعلة من أطراف ثالثة سواء عمدا أو عن غير قصد بالتدريب والقدرات والذخائر الأمريكية المصدر من دون علم الولايات المتحدة أو موافقتها. إن شن حرب من قبل الحلفاء الخليجيين واستخدامهم لأسلحة أمريكية الصنع وتطويرهم لقدرات عسكرية وقدراتهم على ارتكاب أخطاء جسيمة، كلها أمور تسهم في معضلة الحليف غير المثالي. وبالفعل شكلت الحرب في اليمن مثالا قاتما على ما يمكن أن يبدو عليه الاطلاع بدور ثانوي بالنسبة لحليف من خارج حلف الناتو. في العام 1985 انتقل المدرس المصري الشاب محمد عبد النعيم الكومي للعمل بمدرسة ابن خلدون في اليمن في منطقة تبعد 200 كيلومتر جنوب صنعاء، حيث كان يقوم بتدريس جميع المواد للمرحلة الابتدائية. تعلق المدرس بتلاميذه إلى حد أنه أطلق على أول أبنائه اسم نشوان على اسم أحد تلاميذه بالمدرسة، وقد بحث عن تلاميذه اليمنيين ووجد عددا منهم في القاهرة. وتحدثت صحيفة الشرق الأوسط عن هذا اللقاء وعنونت: مدرس مصري يعثر على تلاميذه اليمنيين بعد 30 عاما في القاهرة. رحلة المدرس المصري للبحث عن تلاميذه اليمنيين بدأت قبل بضعة أشهر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمكن من التواصل مع عدد منهم يعيشون في دول كثيرة بسبب الحرب، وتوالت الاتصالات إلى أن حقق أمنيته بلقاء الذين يعيشون منهم في القاهرة. المدرس المصري محمد عبد النعيم الكومي 61 عاما يقول للشرق الأوسط: قضيت أجمل سنوات عمري في اليمن وأحببت الحياة هناك، تعلقت بتلاميذي ومع بداية الانقلاب الحوثي كنت قلقا عليهم جدا. ويضيف: بدأت منذ فترة البحث عنهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتمكنت من التواصل مع مجموعة من تلاميذي وأرسلت لهم صورنا معا في اليمن، وفوجئت بأنهم جميعا يتذكرونني جيدا، ولمست سعادتهم بالتواصل الذي أدى إلى وصول إلى مجموعات أخرى من التلاميذ. تمكن الكومي من التواصل مع بعض تلاميذه الذين يعيشون في القاهرة وحصل على أرقام هواتفهم، وكانت سعادته لا توصف لدرجة أنه سافر من محافظة سوهاج إلى القاهرة مسافة 600 كيلومتر للقائهم. كما عرف خلال الاتصالات مع تلاميذه أن مدير المدرسة الشيخ عبد الحكيم بن يحيى يجري عملية جراحية بمستشفى قصر العيني، فقام بزيارته والتقى عنده ببعض التلاميذ وبينهم نشوان نجل المدير. اللقاءات التي تأتي دوما بعد فترة كبيرة من الفراق تكون استثنائية ومليئة بالمشاعر المتناقضة. الصحفي اليمني محمد مارش روى للشرق الأوسط تفاصيل لقائه بمعلمه في القاهرة قائلا: أنتابني كثير من المشاعر الفياضة التي تحولت إلى بكاء متواصل من كثرة الفرح، وظللت أعانق معلمي بشكل متواصل كأنني أتعلق بملابسه كما كنت أفعل في صغري. وعندما جلسنا ظللت فترة طويلة غير قادر على الحديث من هيبة الموقف، وظللت أنظر إلى عصاها التي ذكرتني بواحدة تشبهها لكنها كانت أقصر قليلا، حيث كان يحملها معه دائما ويلوح بها خلال شرح الدروس.
فلسطين المؤشر الرمزي للهزيمة العربية. تحت هذا العنوان كتب الروائي العربي المعروف وسيم الأعرج مقاله في صحيفة القدس العربي مضيفا: تشكل فلسطين اليوم في عز التهتك والانهيار العربيين مؤشرا للماضي المهزوم وأيضا للمستقبل الذي توقف أن يكون خلاقا ومنتجا في ظل التسليم بالخيار الأمريكي بدون مناقشته أو التفكير فيه وفق الخصوصية العربية المظلومة في جوهرها لأنها هي المعتدى عليها. يملك العربي حبل نجاته، لكنه يحتاج إلى قليل من الذكاء والابتعاد عن التبعية، وهما عنصران نادران اليوم في العصر الذي يعيشنا بتحولاته، ولا نملك أي مسلك للدخول في أعماقه، وننحت لنا زاوية صغيرة نفرض فيها احترامنا عليه. خرجت اليابان منكسرة من حرب عالمية ثانية هزمتها بقنبلتين نوويتين، لكن بفضل الرغبة في الحياة والتبصر والعقل استعادت حضورها وهي المكروهة عالميا، كما شاء لها الإعلام العسكري الأمريكي. يبدو الأمر شديد الغرابة على الرغم من أن التحليل يمكن أن يفسر. كل الأجيال العربية المتعاقبة تحمل هزائمها الخاصة بها وتحمل جراحاتها، جيل يورث لجيل خيباته مضافا إليها خيباته الخاصة. في عمق كل هذه الصور الرمادية تظل فلسطين حاضرة بقوة، تذكر العرب بمأساتهم الشمولية التي تحولت فيها فلسطين إلى مؤشرها الرمزي في صعوده وانكساره. جيل الأربعينيات قاوم الهزيمة التي فرضت عليه بإيمان كبير بأنه سيصل يوما ما إلى تحقيق النصر. قد يكون مخطئا، لكنه ظل في دائرة الحلم بعالم أفضل يسترجع من خلاله حقه المغتصب. استشهد وهو على يقين أنه سيصل. التيئيس الذي مس العرب كليا وخصصت له الآلة الصهيونية كثيرا من أموالها أصبح اليوم حقيقة مرة. لقد خسر العربي اليوم إمكانية الحلم واستسلم لخيارات الأقوى، وهذا أخطر ما يمكن أن يحصل له، لكن في التاريخ ما لا أحد يحسب حسابه. ركزت أغلب الصحف البريطانية في نسخها الورقية والرقمية على خطة السلام الجديدة في الشرق الأوسط، والتي أعلن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي عن الجانب الاقتصادي لها في البحرين. وأفردت التغطية هذا الحدث مساحات واسعة، ونشرت الجارديان افتتاحية بعنوان: أمريكا تروج للوهم في الشرق وليس لصفقة. وتتناول الجريدة الآراء المختلفة التي خلفها الكشف عن المرحلة الأولى من الخطة الأمريكية الجديدة للسلام في الشرق الأوسط. وتقول الجريدة إن بعض السياسيين يسعون للتسليط أو لتسليط الضوء على بعض الموضوعات، بينما يقوم البعض الآخر كما حدث في التمثيلية التي جرت هذا الأسبوع في العاصمة البحرينية المنامة بمحاولة إخفاء الموضوع تماما. وتضيف الجريدة أنه بعد كل هذه الدعاية التي تلقتها الخطة التي سموها صفقة القرن، جاء الإعلان عن المرحلة الأولى والتي تضم جانبا اقتصاديا هزيلا وبائسا وغريبا في نفس الوقت. وتوضح الصحيفة أن رفض الجانب الفلسطيني الحضور عن إعلان تفاصيل الصفقة في المنامة كان يعني بطبيعة الحال الغياب الإسرائيلي، وبذلك أصبحنا أمام مسرحية غاب أبطالها ولم يحضر نصف فريق العمل أيضا. فالدول العربية المنضوية في الاتفاق أرسلت ممثلين منخفضي المستوى، وحتى مهندس الصفقة دونالد ترامب أرسل زوج ابنته جاريد كوشنر الذي تحدث كما لو كان في ورشة عمل لا في مؤتمر دولي عارضا ما يبدو أنه خطة عمل لا اتفاق واضح المعالم. وتقول الجريدة من الواضح أن إدارة ترامب تطمح إلى منح الفلسطينيين ميزات اقتصادية بدلا عن حقوقهم الأساسية، لكن حتى لو قبل الفلسطينيون بذلك من الواضح بعد رفضهم الحضور أنهم لن يقبلوا، فإن أغلب المحفزات الاقتصادية التي قدمت لهم هي محفزات غير واقعية. وتلخص الجريدة التي ترجمتها البي بي سي إلى أن هذه صفقة من الأوهام بتكلفة 50 مليون دولار وميزانيتها غير موجودة بعد، ويبدو أن واشنطن انخدعت برغبة دول الخليج وحماسها لتوطيد العلاقات مع إسرائيل.
من الأخبار المنوعة، وفي خبر يبعث على التساؤل والاستغراب يعنون موقع شبكة البي بي سي: أثرياء أمريكيون يطالبون بزيادة الضرائب على ثرواتهم. فقد حث عدد من أبرز الأثرياء في الولايات المتحدة مرشحي سباق انتخابات الرئاسة المقررة في 2020 على دعم ضريبة ثروات على فاحشي الثراء لتعزيز المساواة ومكافحة التغيير المناخي، وذلك في خطاب مفتوح موجه إلى المرشحين. الموقعون على الخطاب الموجه إلى المرشحين قالوا: هناك مسؤولية أخلاقية واقتصادية ملقاة على عاتق الولايات المتحدة تدفع بها في اتجاه فرض المزيد من الضرائب على ثرواتنا. أبرز من وقعوا على الخطاب المفتوح هم جورج سوروس والشريك المؤسس في فيسبوك كريس هيوز ومولي مونجر ابنة الملياردير شاري مونجر. يتابع الموقع: أكدت هذه المجموعة وتضم أبرز الأمريكيين ثراء على أنهم لا ينتمون إلى حزب ولا يدعمون أي مرشح. وأشار الخطاب إلى أن ضريبة الثروات قد تساعد على التصدي للتغيير المناخي وتحسين أداء الاقتصاد، كما يمكن خلق فرص جديدة وتعزيز الحريات الديمقراطية. بينما لم تدعم مجموعة الأثرياء الأمريكيين مرشحا رئاسيا بعينه، لكنها لمحت إلى دعم مرشحي الحزب الديمقراطي نظرا لميلهم إلى فرض ضرائب أكثر على فاحشي الثراء في الولايات المتحدة. ظاهرة الغش في المدارس تشكل أكبر تهديد للمستقبل. تحت هذا العنوان كتب يوسف سعيد أحمد مقاله المنشور في موقع يمنتيني، مضيفا: لا أبالغ إن قلت لكم كم هو صعب أن تستجمع قواك لتقرر أن تتناول ظاهرة الغش في المدارس مع بدء موسم امتحانات الثانوية العامة. ليس لأن لا أحد يهتم بما تكتبه بعد أن أصبح المجتمع يقبل بظاهرة الغش ويؤيدها وبأفق قصير نظر، ولكن لأنك قد تثير حنق الأسر أو تحرج نفسك أمام هذا الكم الاجتماعي المنخرطة في هذه العملية أو المؤيد لها. وقد يعتبرك البعض شخصاً مزايداً تريد أن تظهر كمصلح، خاصة بعد أن أصبحت ظاهرة الغش في بلادنا واحدة من المسلمات أو السنن المجتمعية التي تجد اعترافاً اجتماعياً بممارستها في المدارس، وخاصة في امتحانات الثانوية العامة. الأسر تشجع وتدعم أبنائها للقيام بالغش، بل يذهب بعض الآباء والأمهات إلى المدارس أو يرسلون أبنائهم لمساعدة إخوانهم أو للتأكد على أن ابنهم أو بنتهم لم تعترضهم أي مشاكل في عملية الغش. ومدير المدرسة يريد، وإن لم يصرح علناً، أن يحتل طلابه أعلى نسب في نتائج الثانوية العامة، ولهذا يسهل لطلبته عملية الغش. ومدير عام المديرية يوجه وإن شفوياً بترك الطلاب يغشون بدواعي ومبررات، وهي: الحرب، نقص الإمكانيات في المدارس، الأجواء الحارة مع عدم توفر التكييف في المدارس. لكن هذه المبررات أو الحجج تتكرر سنوياً منذ عقود تقريباً، لأن الظاهرة متجذرة منذ فترة طويلة. لكن يدفعك ضميرك ومسؤوليتك الإخلاقية مع آخرين رغم كل هذه المحاذير والإحباطات إلا أن تسلط بعض الأضواء بشأن استفحال هذه الظاهرة، أو ما يمكن أن نطلق عليه إنجاز التعبير، القانون الاجتماعي للغش في امتحانات الثانوية العامة. لكن المفارقة أن النسبة الكبيرة من المجتمع الذين يتكلمون وبقوة عن ظاهرة الفساد ويؤكدون على ضرورة محاربتها ويوجهون سهامهم وكتاباتهم نحو الدولة والأجهزة الحكومية ويطالبون بمحاسبة الفاسدين، فإنهم في هذا ربما لا يعلمون أن ظاهرة الغش التي يدعمونها تمثل أكبر وأخطر أنواع الفساد على الإطلاق، لأن أثرها لا يتعلق في الحاضر وإنما يمتد إلى المستقبل، لأن هذا الجيل الذي نساعده بحب وحميمية في النجاح عبر عملية الغش هو من سيتولى إدارة المستقبل. وفي هذا، عن أي مستقبل لبلادنا نتحدث؟ في جولتنا المصورة لهذا اليوم، صور متنوعة من مختلف أنحاء العالم توثق عدداً من الأحداث الهامة، نستعرضها من صحيفة الجارديان البريطانية.
فن الكاريكاتير تحول من مجرد تعبير عن لحظة عابرة وعن مزاج شخصي للرسام إلى التعبير عن موقف سياسي معارض أو مؤيد، وإلى قول ما تعجز الكلمات عن إيصاله. مجموعة من رسوم الكاريكاتير نتابعها في جولتنا اليوم. إذن مشاهدينا، بهذه الصورة التعبيرية نصل إلى ختام هذه الحلقة. نشكركم على حسن المتابعة ونلقاكم على خير.